طالب علم يسأل كيف يطلب العلم وكيف يدرس الكتب التي يدرسها وكيف يلازم العلماء. بالاختصار صغار الطلبة في هذا الوقت للأسف شغلوا بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة. كثيرا ما يأتيني الطلاب في مقري عندما أنزل هنا وفي الرياض وفي الخارج، كنت أتوقع منهم يسألونني أسئلة علمية، فإذا هم يسألون حول التهييج حول الجماعات والأفكار شغلوا. ومن أراد طلب العلم ينصرف كليا من آثار التهييج ويبدأ بعبد صغار الكتب، يبدأ بالأصول الثلاثة ولا يصغي لقول المهيجين الذين يقولون إلى متى نقول علم رحمك الله، إلى متى حتى تموت تقول هذا الكلام، وإذا مت في القبر تسأل أما كنت تسخر منه، من ربك وما دينك وما نبيك، تسخر من هذا في حياتك وسوف تسأل عما سخرت منه في قبرك. أول ما تسأل عن مضمون الأصول الثلاثة، لا تصغي إلى هذا التهيج الضار. احفظ هذا الكتيب الصغير، فيه التوحيد، فيه الأحكام، فيه تعديل كلمة التوحيد ونواقض الإسلام والقواعد الأربع. احفظ حفظ الفاتحة، ثم تعرض على طلاب العلم ليشرحوا لك لتفهم. أنا متأكد أن طالب علم فهم الأصول الثلاثة لو أرسل داعية إلى بلاد غير عربية يصبح هناك ابن تيمية للأصول الثلاثة، وهذا شيء ملموس. إذا كنت تحفظ هذا المتن وفهمته ووقفت هناك بين الأفارقة والأسويين تشرح لهم الأصول الثلاثة، أنت ابن تيمية هناك. لكن بحمد الله أطفالهم هناك يحفظون له، لكن بحاجة إلى من يشرح لهم. لا يضيعوك، لا يضيعنك الذين لا ينصحون. احفظ هذه الكتب، كتاب التوحيد، البيقونية، الأربعين النووية، هذه الكتب. أنتم شغلتم هنا وأطفال المسلمين في الهند وباكستان وفي أفريقيا يحفظون حفظا. بأذني هاتين استمعت إلى شباب أفارقة صغار يحفظون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، أربعين النووية، وقفت في الفصل استمعت لهم وهم يحفظون حفظ الفاتحة، لأن التهيج ما وصل هناك على الفطرة. نسأل الله أن يحفظهم مما أصيب به كثير من الشباب. احفظوا هذه المتون ثم تعرضون على المشايخ وعلى طلاب العلم، ثم تنتقلون إلى ما هو أطول فأطول، تبدأ بصغار العلم حتى تصلوا إلى كبار العلم إن صح التعبير، وهكذا تتدرجون. الذي يريد طلب العلم ولا يسمع أبدا لما يجري حوله من هذه التهيجات. قد يقول قائل في نفسه، هل معنى ذلك تريد أن نعيش منعزلين عن العالم لا نعلم فقه الواقع؟ أما فقه الواقع فاسمع الإذاعة، اطلع على الجرائد أحيانا، فقه الواقع يأتيك وأنت ماشي في الشارع وأنت في سيارتك وأنت في بيتك، لا تتكلم، تعلم بس، عليك العلم.